إذا أنا وصلت للأستاذ عبد الهادي بركة، العنوان ديال المكتب ديالو، اتصلت به في التليفون، فإذا بي كنتفاجأ بأنه يجيب بكل تواضع. قال لي بأن أنا عندي شي جلسة في المحكمة الابتدائية ولا شي حاجة عند قاضي التحقيق، لأنه هو أستاذ محامي. واستنيت حتى جا، من اللي جا يعني استقبلني بكل صواب، خلاف داك الشيء الجو اللي كنت كنشم فيه. هذه اول مره غادي نسمع السميه ديال نزار بركه. كنت انا كنتفائل وكنقول ربما يقدر يكون هو رئيس الحكومه، وكنت كنتبع تحليلات ديال الاستاذ خالد الجامعي الله يرحمه ويوسع عليه. كان حتى هو شرح قال لك البروفيل ديال نزار بركه والمناصب ديالو اللي داز كسفير كوزير الى غير ذلك، بان البروفيل ديالو راه كيأهلو، زائد انه ابن دار المخزن راه كيأهلو باش غادي يقود الحكومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم شوية على المبادرة اللي خداها الأستاذ نزار بركة باستخدام اللغة العربية كأداة للتواصل ما بين الإدارة ديالو، يعني وزارة التجهيز، وما بين المواطنين، خصوصا في القرارات الإدارية. اللغة العربية من حيث المبدأ ما خصهاش تكون غير كأداة الإدارة باش تبلغ قرار إداري أو لا باش تشرحه للمواطن. اللغة العربية خصها تكون أداة للتواصل حتى داخل الإدارة نفسها، ماشي حتى نبغيو نواجهوا المواطن عاد ضروري خصنا نديروا اللغة العربية، ولأنه القضاء كيتشدد في هذه المسألة. إذا اللغة العربية خصها تكون أداة للتواصل وأداة للمراسلات، وحتى الأنظمة المعلوماتية خصها تكون معربة، هذا إلا بغينا اللغة العربية. لان افوكاش عاوتاني غادي يكون هذا المفعول كسر هي الى تعمات على باقي الادارات. اذا هنايا الاستاذ نزار بركه خدا هذه المبادره على صعيد الوزاره اللي هو فيها، وهذا في الحقيقه اقل ما يفعل. ولكن السؤال المطروح، حزب الاستقلال واش ما كانش ممكن انه في القضيه ديال الهويه ديال المغرب واللغه العربيه والدين الإسلامي، واش ما كانش مفروض أنه يقوم بكثار من هذه الالتفاتات؟ هذا هو السؤال ديالي. لأنه أنا زعما شخصيا أول ما سمعت نزار بركة كان عقل ربما في 2006 أثناء الأداء المهام ديالي، كانت تعطات لي شي مهمة من الرباط، تحالت على الإدارة الجهوية هنا في طنجة، ديك الساعات عطاوني باش نمشي نبلغ له واحد القرار ديال ان الاداره كتراجع، يعني كتبلغ له واحد المراجعه. ودك الموظفين او المسؤولين اللي عطاوني باش نمشي باش نبلغ له باش نفتش على المكتب ديالو الى غير ذلك، من خلال الكلام ديالهم كان واحد الاصرار وواحد العناد ان خصك توصل له، يعني خصك توصل له. وهذه كنت دائما الصراحه هذا هو الجو اللي كنت كنخدم فيه، راه الظروف اللي خدمت فيها انايا وداك الشيء اللي المجهودات اللي راه كانت الامور ماشي كان غير القانون بوحدو اللي كيخدم، راه كنت كنلاحظ احيانا حتى شي مسائل غريبه. هذه المسائل شناهي؟ هي خصك بنادم صافي تجيبو بس باي وجه كان. وطبعا كنت كنبذل ما في الجهد ديالي، وكنت الامور كلها، ومن بعد كنت كنلاحظ شي حوايج. على كل حال، إذن أنا وصلت للأستاذ عبد الهادي بركة، العنوان ديال المكتب ديالو، اتصلت به في التليفون، فإذا بي كنتفاجأ بأنه يجيب بكل تواضع. قال لي بأن أنا عندي شي جلسة في المحكمة الابتدائية ولا شي حاجة عند قاضي التحقيق، لأنه هو أستاذ محامي. واستنيت حتى جا، من اللي جا يعني استقبلني بكل صواب، خلاف داك الشيء الجو اللي كنت كنشم فيه. هذه اول مره غادي نسمع السميه ديال نزار بركه. فاستقبلني في المكتب، قال لي اش داك الشيء اللي عندك؟ قلت له انا عبد القادر الزعري، مفتش اقليمي مكلف باش نبلغك بواحد القرار ديال اداره الضرائب. منين جاي هذا القرار؟ قلت له راه جاي من الاداره الجهويه للضرائب بالرباط، وتحل هنايا، وتكلفت انا باش خصني نبلغه لك. قال لي الامر باش كيتعلق. قلت له الاستاذ مع كامل الاحترام
ندير الاجراءات ديال التبليغ ونحرر محضر وغادي توقع ليا. ومن بعد كما جرت العاده ديك الساعات غادي تفتح الرساله وانا غادي نشرح لك كل شيء. تصرف معايا بهذه الطريقه يعني يعني الصواب والاحترام والتواضع. صافي من بعد شرحت له الامور، قلت له شنو ممكن ديرها شنو ممكن ديرها اللي كاين، ها الاجراءات الاداريه الى غير ذلك كما يتحدث موظف الى استاذ محامي. مع كامل الاحترام لمهنه المحاماه وان كان عندي فيها شي تعليق للاسف. على كل حال دردشت مع الاستاذ عبد الهادي بركه وقلت له اش من علاقه كتربطك بالاستاذ عبد السلام بركه نقيب الشرفاء العالميين؟ صافي ودردشنا، قال لي هذاك الاخ ديالي الى غير ذلك. قلت له زعما هذا الشيء اللي كطالبك به الاداره ديال الضرائب زعما نورمالمون ما خصهاش الامور. قال لي لا، القضيه ماشي من ناحيه ان ما خلص ما تخلصش ينقص يزيد، لا هذه مسائل قانونيه واداريه. حتى انا كنقلب على العداله الجبائيه وملي كنشوف بانه راه الامور يعني مطابقه للواقع راه ديك الساعات حنا نخلصوا الى غير ذلك. دردشنا هو يجبد لي الاستاذ نزار بركه، قال لي شكون اللي عندكم مدير الضرائب؟ قلت له حاليا نور الدين بن سودة. نور الدين بن سودة هو اللي كان ديك الساعات المدير العام ديال الضرائب. الان كيشغل المهمه ديال الخازن العام. قال لي نور الدين بن سودة؟ قال لي نور الدين بن سودة هو ونزار بركة ابن الاخ ديالي ولا احد الاقارب ولا شي حاجه. قال لي هادو راهم اصدقاء وفي تربوا في القصر. قلت له اذا الامور الحمد لله يعني ما. قال لي لا، مع ذلك احنا كنتمشاو وفق التقاليد ديالنا، المسائل الاداريه نحترموها، ديك العلاقات الخاصه الى غير ذلك في هذه الامور ما كنتجنبوها. وعاد سمعت الاستاذ نزار بركه ودازت الامور، دارت الامور سنوات من بعد حتى قربت الانتخابات هذه اللي طلعت دابا اخنوش. وانا صراحه كنت حسب التوقعات ديالي كنت كنتوقع الاستاذ نزار بركه هو اللي غادي يكون رئيس الحكومه. علاش؟ لانه سابقا كان الاستاذ في مناسبات كان كيجي لهنا لطنجه وكان كيدير بعض اللقاءات اللي عندها طابع اقتصادي. كنت كنشوف ديك الانشطه وبعض الانشطه كنت غطيتها وكنت شفت التهيئ ديالو قبل من الموعد الانتخابات تقريبا باكثر من سنتين. وحتى الزيارات اللي كان كيجي لهنا لطنجه كنت كنراقبها وكنت هاد خديت واحد الانطباع جيد ان الانسان كيهتم بواحد الفئه ديال واحد الفئه اللي خاصه بالاقتصاد، واحد الفئه اللي هي مهمشه يعني المقاولات الصغرى والصغيره جدا والفئه ديال الصناع والحرفيين والفئه ديال التجار والناس الاسواق، واحد الكتله اللي هي واسعه في المغرب وما كاينش اللي كيدافع عليها. كاين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولكن هذا كيدافع على الكبار اللي مقيدين بشغلهم. فلهذا كنت انا كنتفائل وكنقول ربما يقدر يكون هو رئيس الحكومه. وكنت كنتبع تحليلات ديال الاستاذ خالد الجامعي الله يرحمه ويوسع عليه، كان حتى هو شرح قال لك البروفيل ديال نزار بركه والمناصب ديالو اللي داز كسفير كوزير الى غير ذلك، بان البروفيل ديالو راه كيأهلو زائد انه ابن دار المخزن راه كيأهلو باش غادي يقود الحكومه. وكنت كنتوقع، لكن اللي وقع هو انه قبل من الانتخابات لاحظت بانه الامور شويه ماشي هي هذيك. عندي بعض الاصدقاء مثلا كنت كنسولهم قبل الانتخابات كنقول لهم انا شنو وقع لحزب الاستقلال في طنجه؟ رانا كنسمع شي حوايج ماشي هي هذيك. يعني ما كيقولوا لي ما عرفناش اشنو وقع. الان فهمت بانه قبل الانتخابات بواحد العدد ديال الاشهر ربما كان الاستاذ نزار بركه، هذا نو ربما كان يتابع بانه الترتيبات تبدلات. وبالفعل داكشي اللي كان، لانه كيف كتعقلوا غير قبل الانتخابات ما طلعت هذه الحكومه هذه قبل منها بواحد العام، كان الراي العام المغربي كله كيمشي في اتجاه بانه راه كان غاضب على عزيز اخنوش وبانه كذا وبانه كذا وبانه كذا، وكانت حملات في مواقع التواصل الاجتماعي وكان الى غير ذلك. فاذا به في ظرف سنه الامور كتبدل. الان باش نرجع للسؤال ديالي بالنسبه للغه العربيه، ما غاديش نهضروا حنا غير على اللغه العربيه.
غادي نهضروا حتى على الهويه ديال الحزب ديال الاستقلال والهويه ديال المغرب. حزب الاستقلال دائما كيف كتعرفوا المهم هذا بين قوسين للشباب اللي عطلع، حزب الاستقلال كان هو ديك المجموعه ديال الحركه الوطنيه دوك المكافحين المجاهدين المقاومين اللي تشكلات من العلماء من المجاهدين من الادمغه من الامخاخ، هادوك الزعماء ديال الحركه الوطنيه من بعد ما انتقلوا للعمل الحزبي اسسوا حزب الاستقلال. وحزب الاستقلال كان واحد القوه ربما كانت قوه وحيده في المغرب ملي المغرب تسلم حزب الاستقلال ملي المغرب تسلم الاستقلال، ومن بعد انشق عليه الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه بداك المد الاشتراكي الى غير ذلك وتمت هذا الامور. ولكن حزب الاستقلال كان دائما رقم اساسي موجود في المغرب، وحزب الاستقلال في الذاكره ديال المغرب هو انه يدافع على اللغه العربيه على الهويه الاسلاميه يدافع على الوحده الترابيه، حزب محافظ كيدافع على الاسره كيدافع على المراه كيدافع على الشريعه الى غير ذلك. الان انا كنلاحظ بقى الشبح في واحد الوقت اللي تزاد فيه الهجوم الكاسح ديال واحد الحركه ديال العلمانه، واحد الحركه ماشي العلمانيه، العلمانيه كيكونوا غير افكار كدور وموجات والناس مامنين بها، ولكن ملي كنقول العلمانه يعني انه تفعيل، يعني تفعيل. وحنا كنشوفوا هذا الشيء اللي كيخرج لنا كل مره في المناهج التعليم الدراسيه، هذيك راه ماشي غير علمانه، واحد العلمانه متطرفه، انه ولا دابا استهزاء بالرموز ديال الاسلام بالشخصيات ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعائله ديالو، شفنا الصلاه شفنا العجب العجاب اللي مره مره كيطفوا على السطح. هاد العلمانه هذه اللي ظهرت يعني في شكل تزاد جات عقبه انهيار الاسلام السياسي الا بغينا نقولوا عقبه الانهيار والتقزيم يعني والسحب وحتى نقولوا ربما تجفيف منابع الحياه السياسيه من اي حاجه عندها علاقه بالاسلام السياسي. هنايا النخبه العلمانيه اللي كاينه في المغرب واللي متاثره بفرنسا وباقا ثقافيا وذهنيا ونفسيا باقا وفيه لذاك الشيء ديال فرنسا، لاحظنا بان اعتقدت بانه الازمه ديال الاسلام السياسي كتعني ازمه ديال الاسلام، وقالوا ارا شنو نديروا نقلبوا الصفحه صافي ونكملوا المسائل ديالنا. وها حنا كنشوفوا دابا هذه الموجه ديال العلمانه وكتظهر لنا في واحد الصور متعدده، كنشوفوا مثلا الهجومات على اللغه العربيه الازاحه ديالها التشويه ديال اللغه العربيه، كنشوفوا مثلا هاد الصلاه والمساجد، الصلاه والمساجد يعني واحد المبالغه في هذا الشيء ديال الحرص على صحه المواطن من اجل انك المساجد تخليهم مسدودين. واحد شويه وصلنا لواحد الدرجه ولينا افتحهم في المغرب ودخلوا صليو، وملي تصليو تساليو خرجوا ونسدوهم ونحلوهم عاوتاني مع العشاء، وملي تخرجوا نسدو. هذا المنظر هذا اللي وصلنا ليه انا صراحه عشته غير في السجن، صافي كتدخل بنادم وتخرجوا الى غير ذلك. يعني ان هاد العلمانه تزادت، وباكثر من ذلك بدات في بعض الحالات كتلبس هذه بهذه. واش تقدر انت مثلا تقاوم شي واحد كيقول لك صحه المواطن وكورونا؟ ما كتقدرش. اذا ولا التضييق على المساجد، وشفنا التضييق على الخطباء، وشفنا كيفاش الان كيتم المطارده ديال اي واحد كيكتب شي جمله ولا جوج في الفيسبوك ولا شي حاجه بحال هكا. وكيكون الظاهر هو مثلا قوانين او لا الظاهر هو انه صحة المواطن الى غير ذلك، ولكن لتحت كيدوزوا شي حوايج. اذا هاد الموجة هادي العلمانة راه كيبان بانها بدات كتزايد، ولكن حزب الاستقلال شنو الموقع ديالو؟ حزب الاستقلال على الاقل ديك الرموز ديالو اللي هي معروفة منهم مثلا الزعيم علال الفاسي، على الاقل يشد السيره ديال علال الفاسي والجهاد ديال علال الفاسي والمؤلفات ديال علال الفاسي والمكتبه ديال علال الفاسي واللي معاه، لان راه الرجال الصادقين راه ماشي غير في هذا الشيء اللي كنقولوه، راه كانت واحد النخبه اللي هي دازت. هذاك نشدوا هذا الارث هذا ونقابلوه على الاقل بالتصرفات ديال حزب الاستقلال، ونشوفوا حزب الاستقلال شنو باقي فيه من الارث ديال دوك الزعماء. ف
حزب استقلال والحركة الوطنية ظهرت في واحد الوقت مفصلي من التاريخ ديال المغرب، واحد المنعطف ظهروا فيه هنا الصديقين. الآن رحنا على نفس المنعطف، نفس المنعطف، شنو غادي يدير هذا حزب الاستقلال؟ يعني شنو المنتظر منه؟ واش غادي يبقى داكشي التمسح بالرموز وكذا وكذا؟ صراحة الأستاذ نزار بركة راه من المفروض، ماشي غير هو، من المفروض لا هو ولا غيره خصهم يفكروا في هذا الشيء. فإذا كان باقي نفس اسم حزب الاستقلال، راه حزب الاستقلال كتعني مباشرة الحزب المحافظ اللي كيدافع على التوابل الوطنية واللغة العربية والإرث المغربي وكذا، وعنده الملكية في الدم وزيد وزيد. فإذا كان بعد على هذه الصورة بواحد النسبة كبيرة 90 ولا 95% راه خصو يبدل السمية. بغى يخلي هذاك الاسم، راه هذا هو الوقت. احنا كنشوفوا شنو كاين في الواقع، وملي كنقول انا شنو كاين في الواقع، وخاص حزب الاستقلال يعيد النظر في المسائل ديالو، راه ما كنقولهاش من اجل مثلا انه خصو حتى هو يولي معارض او لا 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 لا. كان مثلا الرموز ديالو منهم نزار بركه مثلا، التربيه ديال دار المخزن والتربيه ديال القصر، فراه الحفاظ على التوابيت المغربيه والتصدي لهذا الهجوم ديال اللغه العربيه والتصدي لهذه العلمانه، فراه كيهدد البقاء ديال المغرب، عفوا التصدي لهذه الموجه ديال العلمانه كيخدم الامور اللي كتهدد الوحده ديال المغرب. الا بغى يكون حزب صادق ووفي راه خصو ينوض يتحرك، لان هذا الشيء اللي وليناه كنشوفوا راه ماشي غير افكار سياسيه تطبق على ارض الواقع واختلاف فكري، هذا يقول لك انا علماني، هذا يقول لك انا اسلامي، هذا كذا هذا كذا، هذا راه ماشي اختلاف فكري. لان الامور ملي كتبدا توصل للتوابيت المغربيه كتبدا تمهد، ولا كتبدا غير من التحت تفيض عليها الماء باش كتهود، راه ما كتبقاش مسائل سياسيه، ما كتبقاش مسائل فكريه، راه كتولي مساله ديال امن قومي، مسألة ديال أمن قومي. أنك تبدأ تحوم على الرموز الدينية الإسلامية وتبدأ تسرب الأطفال، أو لا مثلا تبدأ تحوم على الوظيفة ديال المسجد بدعوة كذا وبدعوة كذا وبدعوة كذا، أو لا تحوم على الدين العتيق وتقول حقه خاص العصرانة خاص هذه خاص هذه. هذه مسائل راه كتحوم على الأمن القومي ديال المغرب، راه كتحوم عليه. وجا الوقت ان هذا الحزب انه يعيد النظر ويولي يقرا التاريخ من جديد، وينوض يخدم الوظيفه اللي مطلوبه منه. ما كنقولش بنادم ينوض يناور ويبدا يهضر على اللغه العربيه غير في البرلمان باش يجمع الاصوات، او لا سؤال كتابي ولا سؤال شفوي على مسجد كذا او كذا، راه ماشي هذا الشيء اللي كنقصد. راه الاحزاب ملي كتبغي تخدم الواجهه البرلمانيه ولا الواجهه الاعلاميه راه ربما هي الاخرى، راه كينوضوا يخدموا ملي كتنوض تخدم، هذا هو المقصود. فإذا كان شي واحد قريب من نزار بركه، الاستاذ نزار بركه، وسمع هذا الفيديو ديالي، خاصو يبلغ هذا النداء اللي غادي نوجهه له. كنقول له الاستاذ نزار بركه، حزب الاستقلال ومن بعده الاحزاب الاشتراكيه كانت اعمده من كانت اللي ديال الاستقرار من خلال الوظائف اللي كيقوموا بها هاد الاحزاب. وإلا كان الاشتراكي او المدرسه الاشتراكيه قامت بواحد الوظيفه اللي هي كبيره على عهد عبد الرحمن اليوسفي وضمنات الاستقرار المغرب، فان حزب الاستقلال جاء الوقت ديال انه خاصو يولي يثبت الهوية المغربية، لأنه الآن العالم كيتطور بواحد الصورة جد متسارعة، والعالم كله بدا كيرجع للتوابيت ديالو. العالم كامل راه ملي كنقول العالم، العالم كله راه بداو كيرجعوا للتوابيت ديالهم، وكنقصد العقائد وكنقصد التوابيت الدينية. فحتى هو جا الوقت أنه راه خاصو ينوض يدافع، وإلا راه التطور ديال التاريخ راه غادي يمحق الجميع، هاد الاحزاب هذه كلها. هذا هو وصلنا للنهايه ديال هاد الحلقه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.